انا ما فيك اليوم انت تقلي كنجم لبناني انا تجي تقلي تكرم او زق. خلاف معتصم النهار وطوني عيسى يعود الى الواجهة، ماذا كشفا؟ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بتصريحات عن لسان الممثل اللبناني طوني عيسى اجا فيها معتصم النهار صف خامس ببلده، وعم يفرضوه علينا على الشاشات اللبنانية كل سنة، وعم يجبونا لنكرمه ونزقف له. هيدي التصريحات اعادت الحديث عن الخلاف بين الممثل اللبناني والممثل السوري ومين له الافضلية بنجومية التاني، الا انه الممثل طوني عيسى نفى كل ما تم تداوله وتركيبه من اخبار، وأطل برفقة الممثل معتصم النهار بمقطع فيديو ووضحوا شو صار. ونشرت صحيفة النهار مقطع فيديو مشترك لطوني ومعتصم نفوا فيه الشائعات المفبركة والفتنوية وأكدوا على علاقتهم الخاصة والمميزة. أي صحافي يرتشى وأي صحافي بجرب ينزل خبر ما له علاقة بالصحة وما له علاقة باللي عم. وقال طوني عيسى انه كل صحافي بتقبل الرشوة او بتحاول نشر خبر ما له علاقة بشو قال هو هي صحافة كذبة، وتابع اللي بيعمل هيك حرام يكون اعلامي، واشاد بحديثه بالصداقة بينه وبين معتصم القوية كتير وما بتنحصر بس بالعمل بالوسط الفني. وبدوره أكد معتصم النهار على علاقة الصداقة والزمالة بينه وبين الممثل طوني عيسى، وهني حالياً عم بيكملوا تصوير مسلسلهم الجديد صالون زهرة. وأشار معتصم أنه ما صدق هيدي الأخبار يلي انتشرت عن لسان زميله طوني عيسى. نذكر أنه معتصم النهار وطوني عيسى عم يصوروا حالياً مشاهدهم ببطولة مسلسل صالون زهرة إلى جانب الممثل اللبناني نادين نسيب نجام، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بعيد.